فيجب على المؤمن أن يفرد ربه بتوحيد الإلهية الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآيات كلها يقرر فيها سبحانه وتعالى توحيد الربوبية الذي لا ينكره المخلوقون، ويستدل به عليهم على وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي توحيد الألوهية، والذي كان الحرب فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هي مهمة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.